داري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كيف ما كتشوفوا العنوان ديال الفيديو، في حساب موعد الولادة المتوقع اليوم غادي نشرح لكم بطريقة سهلة وبسيطة كيف العادة، وكيف ما درت معكم في الفيديو اللي قبل اللي هو ديال حساب ايام التبويض اللي بغاتو غادي تلقاه طبعا في صندوق الوصف. وقبل ما نبدا في الشرح كنوجه واحد التحيه خاصه بزاف بزاف وحاره بالنسبه للبنات اللي ديجا تواصلت معاهم في لا فيديو اللي قبل. كنقول لهم شكرا شكرا لكم بزاف على دعمكم ليا وعلى تشجيعاتكم. واذا كنتي اول مره كتفرجي في الفيديو ديالي كنقول لك ما تنسيش ديري لايك للفيديو طبعا اللي عجبك، وديري اشتراك في القناه، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اي جديد تحط في القناه يوصلك. وشكرا لكم بزاف، وغادي نخليكم مع الفيديو. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بتعليقاتكم الى ما فهمتوش شي حاجه وقولوا لي كيجاكم الشرح. وشكرا لكم ونخليكم مع الفيديو. اول حاجه غادي نحتاجوها هي اخر دوره ديال الحامل، فغادي ناخذ مثال اللي كانت دورتها مثلا في عام 2017. غادي نديرو 2017 بشهر واحد يوم واحد مثلا. غادي نديرو جدول صغير، نديرو السنة الشهر اليوم. اليوم قلنا واحد، شهر واحد، السنة 2017. غادي نخليو العام كيف ما هو، الشهر كيف ما هو، اليوم غادي نزيدو ليه 7 أيام اللي غادي يولي 8 أيام. غادي نخليو العام كيف ما هو واليوم كيف ما هو، لكن الشهر غادي نقصو، غادي نقصو 3 أشهر، يعني غادي نرجعو اللور 1 12 11، يعني 10. في هذه الحالة السنة كتبقى كيف ما هي 2017، والشهر هو 10، واليوم هو 8. إذن يوم الولادة المتوقع لآخر دورة 1/1/2017 هي شهر 10 نهار 8 في 2017. ناخدو آخر دورة في عام 2018 شهر 5 يوم 10 مثلا. كيف ما قلنا ديجا كاين سنة، كاين شهر، كاين اليوم. اليوم عندنا هنا هو 10، والشهر هو 5، والسنة هي 2018. يعني آخر دورة ديال الحامل هنا هي في 2018 شهر 5 يوم 10. غادي نخليو العام 2018 كيف ما هو، كذلك الشهر كيف ما هو، لكن اليوم غادي نزيد ليه 7 أيام اللي هي 17. هنايا غادي نخليو اليوم كيف ما هو، لكن الشهر غادي نقصو 3 أشهر اللي هو غادي يكون شهر جوج في 2018. غادي نهبطو، غادي تولي عندنا هنا يوم الولادة المتوقع هو يوم 17 في شهر جوج في 2019. يعني هنا غادي نغيرو السنة اللي هي العام التالي اللي غادي يكون من بعد هذا التاريخ ديال اخر دوره. اخر غادي نديرو 2020 تسعود تسعود مثلا. في 2020 هي اخر دوره يوم تسعود شهر تسعود في 2020، هذه كتسمى اخر دوره. غادي نديرو السنه الشهر ثم اليوم.
اليوم كما قلنا 9 الشهر 9 2020، غادي نهبطو غادي نديرو 9 غادي نزيدو ليه 7 أيام اللي هي 16، والشهر غادي نخليه كما هو 2020. اليوم غيبقى كيف ما هو، لكن الشهر غادي نقصو ب3 أشهر اللي هو شهر 6، والعام غادي يبقى 2020، ويوم الولادة المتوقع هو 16/6/2021. يعني السنة تالية، كذلك شهر ناقص 3 أشهر، كذلك اليوم زائد 7. ناخدو آخر دورة في عام 2018 شهر 5 يوم 10 مثلا، كيف ما قلنا ديجا كاينه السنه كاين الشهر كاين اليوم. اليوم عندنا هنا هو 10، والشهر هو 5، والسنه هي 2018. يعني اخر دوره ديال الحامل هنا هي في 2018 شهر 5 يوم 10. غادي نخليو العام 2018 كيف ما هو، كذلك الشهر كيف ما هو، لكن اليوم غادي نزيد ليه 7 أيام اللي هي 17. هنايا غادي نخليو اليوم كيف ما هو، لكن الشهر غادي نقصو 3 أشهر اللي هو غادي يكون شهر 2 في 2018. غادي نهبطو، غادي تولي عندنا هنا يوم الولادة المتوقع هو يوم 17 في شهر 2 في 2019. يعني هنا غادي نغيرو السنة اللي هي العام التالي اللي غادي يكون من بعد هذا التاريخ ديال اخر دورة. اخر غادي نديرو 2020 تسعود مثلا، في 2020 هي اخر دورة يوم 9 شهر 9 في 2020، هذه كتسمى اخر دورة. غادي نديرو السنة الشهر ثم اليوم. اليوم كما قلنا 9 شهر 9 2020، غادي نهبطو غادي نديرو 9 غادي نزيدو ليه 7 أيام اللي هي 16، والشهر غادي نخليه كما هو 2020. اليوم غيبقى كيف ما هو، لكن الشهر غادي نقصو ب3 أشهر اللي هو شهر 6، والعام غادي يبقى 2020، ويوم الولادة المتوقع هو 16/6/2021. يعني السنة تالية، كذلك شهر ناقص 3 أشهر، كذلك اليوم زائد